لكان يومك يا علي فإنه لكان يومك يا علي فإنه يوم به الدين الحنيف مضعضع أدمى مصابك قلب كل موحد وأصم نعيك كل أذن تسمع. كل العزاء لصاحب الزمان ولولاة الأمر وللمؤمنين والمؤمنات بشهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. نسأل الله تعالى أن ينيلنا شفاعته يوم القيامة. أرحب بكم مشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم مصباح الشريعة، والذي نوضح فيه الأحكام الشرعية الابتلائية طبقا لفتاوى سماحة الإمام القائد الخامنئي دام ظله الوارث، ونجيب فيه على أسئلتكم الفقهية التي يمكنكم أن تطرحوها على الهواء مباشرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الأرقام والحسابات التي ستظهر على الشاشة تباعا. يمكنكم أيضا مشاهدة البث المباشر للحلقة على موقع قناة المنار ومنصتي تويتر وفيسبوك. نستكمل إن شاء الله اليوم تفصيل أحكام المفطرات مع ضيفنا الدائم في البرنامج الأستاذ القدير في الحوزة العلمية وعضو مكتب الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في بيروت فضيلة الشيخ إسماعيل حريري. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم مولانا. إذا بداية تطحفنا بكلمة يعني من وحي شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هي مناسبة عظيمة وأليمة تمر علينا في كل عام في 21 من شهر رمضان المبارك. في هذا اليوم هو يوم الشهادة ويوم الفوز الأكبر عند مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. اللافت في شهادته صلوات الله وسلامه عليه، يعني أشرنا البارحة أنه نال ما يتمناه، لكن أيضا الملاحظ أن أمير المؤمنين عليه السلام في أشد لحظات يعني الالتحاق بالله سبحانه وتعالى، وعندما يكون الإنسان في حالة الاحتضار وبين لحظة وأخرى هذه الروح ترجع إلى بارئها سبحانه وتعالى، ماذا يفكر الإنسان عادة؟ لعل الكثير من الناس يتوجهون إلى الوصية لمن حولهم ببعض الأمور المادية من باب تقسيم المال مثلا، من باب توزيع التركة مثلا أو ما كان يملكه وسيصير إرثا، وقد يتعدى البعض إلى أنه يعمل على الوصية بالإلفة والمحبة بين أبنائه أو بين أهل بيته وعدم التنازع فيما بينهم فيما يرتبط بالأمور المالية، أو يوصي بإبراء ذمته من صلاة اشتغلت بها الذمة أو من صوم أو من حج أو من بعض الحقوق المالية. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو القدوة وهو الأسوة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وكما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وكما هي حال أئمتنا الأطهار جميعا سلام الله عليه. هو الحاكم العادل الذي لا يفكر فيما يكتسبه لنفسه وفيما يمكن أن يكون له في الخصوص، وإنما يعطي نظرة عادلة رحيمة رؤوفة. كيف ينظر هذا الإنسان الذي بلغ القمة في العدالة والتقوى والورع والقرب من الله سبحانه وتعالى، كيف يمكن أن ينظر إلى ما بعده، وكيف يمكن أن يستفيد هؤلاء الذين يدورون حوله وهم يبكون وهم ينوحون وهم طبعا في حزن وتأسف على فقده، لكن يريد لهم أن يستفيدوا من هذه اللحظات الأخيرة التي
يعيشها معهم. فيذكر في الروايات وهو موجود في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه اللحظات الأخيرة أوصى بوصية مهمة جدا لولديه الحسن والحسين عليهما السلام خصوصا، ولمن حضر من أهل بيته عموما. طبعا ما رح ندخل بتفاصيل الوصية، لكن هي وصية، نعم هي وصية يبنى عليها في التعاطي، في التعامل، في السعي لإقامة العدل والتكافل الاجتماعي والقرب من الله سبحانه وتعالى. عندما يوصي بأن يكونا عونا للمظلوم وخصما للظالم، عندما يوصي في الأيتام الله الله في الأيتام، عندما يوصي بالجيران الله الله في جيرانكم، عندما يوصي بصوم شهر رمضان الله الله في صوم شهر رمضان، الله الله في الصلاة، في القرآن الله الله في القرآن في كتاب ربكم، يوصي بوصايا. من يتبع هذه الوصية قطعا لن يزيح عن هدى الله سبحانه وتعالى، ولن يكون إلا في مجتمعه إنسانا فاعلا محبا متكفلا متقربا إلى الله تعالى، إن في عباداته الخاصة محافظا عليها، لأنه في عنا صلاة وصوم وحج بيت ربكم أوصى به أيضا وكتاب الله، هذه خصوصيات بين الإنسان وربه. وهناك ما هو مرتبط بالحالة الاجتماعية من خلال الأيتام والجيران وأهل بيت نبيكم وصحابة نبيكم، أوصى بكل هؤلاء. طيب هذه الوصية النظر فيها إلى دين الإنسان ككل من خلال علاقته مع ربه ومن خلال علاقته مع مجتمعه الذي هو يعود أخيرا أيضا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الوصية ينبغي أن تكون نصب أعين كل إنسان إذا أراد أن يوصي وصية يستفيد منها من يأتي بعده، إذا كان مثلا على فراش الموت أو حتى لو كان من باب الإفادة للآخرين ولو كان بعيدا نوعا ما فعلا عن الموت. وصية يعني نورانية وجامعة كما هي عادة أمير المؤمنين، يعودنا على الكلام النوراني فعلا. صحيح. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. إذا أردنا أن نرجع إلى موضوع حديثنا، كنا نتكلم بموضوع الأكل والشرب مولانا من كمفطرين، تبقى لدينا يعني مسألتين صغار بالمضمضة، إذا أمكن أن نذكر بالفتوى التي لعله من سنة أو سنتين استحدثت هذه الفتوى بالنسبة إلى المضمضة. نعم، المضمضة الإمام الخامنئي يفرق بين أن تكون طبعا عم نحكي نحن عن المضمضة في حال سبق الماء إلى الجوف، وإلا المضمضة في حد ذاتها ما فيها أي مشكلة أثناء الصوم. كل إنسان أراد أن يتمضمض، سواء بده يتمضمض للوضوء أو بده يتمضمض للتبرد أو بده يتمضمض للتنظيف أو لأي سبب من الأسباب، بحد ذاته ما فيها مشكلة. الإشكالية أنه فيما لو كان أثناء المضمضة قد سبقه الماء ودخل إلى جوفه. لما بيقولوا سبقه الماء يعني هو غير قاصد لابتلاع الماء، وإنما قهرا غصبا عنه لا إراديا سبقه الماء ودخل إلى هذا الجوف. طيب شو حكم الصوم في هذه الحال؟ بيقول إذا كان الوضوء، إذا كانت المضمضة لوضوء الفريضة الواجبة اللي هي الصلاة الواجبة، فهذه لا تبطل الصوم. لا تبطل الصوم. وأما في غير ذلك، بأن كانت لمضمضة لوضوء نافلة مثلا، أو للكون على الطهارة، أو لغير ذلك كموضوع مثلا التبرد أو موضوع التنظيف أو موضوع الماء يعني يمكن للهو والعبث أحيانا، فهذه مقتضى الاحتياط اجتناب بطلان هذا الصوم، ومقتضى هذا الاحتياط أن يتمه ويقضيه لاحقا. نعم. مسألة القطرة مولانا، سواء كانت في الأنف أو الأذن أو العين، ما هو تفصيل مسألة القطرة؟ كيف تؤثر على الصوم؟
بالمبدأ القطرة يعني ما فيها مشكلة، خلينا نقول سواء كانت بالأنف أو بالأذن أو بالعين. الإشكالية في القطرة من جهة أنه هناك منافذ من العين إلى الفم ومن الأذن إلى الفم، يعني الحلق تحديدا، ومن العين ومن الأذن ومن الأنف، لعله أقرب المنافذ هو الأنف. ولذلك كتير بيقول لك أنا بحس بالطعمة. الإحساس بالطعم مش بالضرورة يكون منشأه أنه نزل شيء منها، قد يكون له مرتبط برائحة الدواء المستعمل، وقد يكون نتيجة أنه نزل شيء. لكن فينا نقول هيك، الفتوى بتقول القطرة في الأنف والقطرة في العين والقطرة في الأذن إذا لم يعلم بدخول شيء من هذا الدواء إلى الحلق والجوف فلا يضر بالصوم. يعني بده يتحقق انه فعلا في شيء سائل نزل من العين او الانف ونزل على طيب الجو. احيانا الواحد بيكون ما بيعرف وينزل شيء من دون علمه ويعلم فيما بعد وهو ليس قاصدا، ما في مشكله. نعم. احيانا لا، بيكون يمكن نتيجه تجربه، نتيجه سؤال الطبيب، يعلم انه اذا قطر في انفه او عينه او اذنه سيدخل الى الحلق والجوف. يعلم بهالحاله بنقول له اذا مش مضطر لا، ما بيجوز في نهار شهر رمضان، بتأخر لليل وبتاخد هذه القطرة. نعم. الثالث من المفطرات مولانا الجماع أو العلاقة الزوجية، ما هي الضوابط بالنسبة للعلاقة الزوجية الخاصة في شهر رمضان المبارك؟ هناك تفاصيل يعني متعددة في هذه النقطة تحديدا، لكن فينا نحن نجمل هذا الموضوع بأنه التنبيه هو للزوجين الصائمين أن لا يقيما علاقة زوجية كاملة في نهار شهر رمضان. العلاقة الزوجية الكاملة اللي هي يعبر عنها بالتعبير الفقهي يعبر عنها بالجماع، هذا من المفطرات ويترتب عليه الكفارات بطبيعة الحال، سواء كان كل منهما مطاوعا للآخر أو كان أحدهما، خلينا نقول الزوج في العادة، مكرها لزوجته. وهون حتى نقول الزوج إذا كان مفطرا ولو لعذر لا يجوز له أن يكره زوجته على هذا العمل ما دامت صائمة في نهار شهر رمضان، لا يجوز له ذلك. يعني يرتكب الحرام فيما لو أكرهها وهي لم تكن مطاوعة له أبدا، لا يجوز له أن يفعل ذلك. طيب ما دون ذلك من العلاقة بين الزوجين، ما دون العلاقة الكاملة، ما في مانع منه، لكنه مكروه اجتنابه أو لا يكون إذا مكروه، يعني وإن كان ليس حراما وليس من المفطرات. نعم. إذا بتسمحوا لنا نأخذ اتصالات معنا. أولا الأخ علي، تفضل أخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا عظم الله لكم والأجر بشهادة أمير المؤمنين عليهم عليه السلام. أجركم عظيم، عظم الله أجرك. ورمضان كريم عاد عليكم بالخير والعافية. عليك بالخير والعافية. عليك إن شاء الله. عاد عليك مولانا شيخنا الكريم. علينا جميعا، أهلا وسهلا. مولانا رح أطلب السؤال دغري مباشرة، هذا اليوم حصل معي مباشرة، كنت أنا وبي بمستشفى الشيخ راغب حرب. نعم. بالمباطية، وأنا من بلدة الشهابية. نعم. فخلصنا الطعم وكل شيء، انا وراجع وصلت على بلده دار كيفه من دار كيفه والشريط تفرق دقيقه بالضبط بالمسافه السياره. ببلده دار كيفه كان عم بقول الله اكبر على اذاعه النور، وصلت على قلب الشريط بعده عم بيقدم اذان البلده يعني. نعم. بس طبعا هو قال يعني كلمه الله اكبر على اذاعه النور ببلده دار كيفه، ببلده الشريه كان عم بيقول انه الاذان صار تقريبا انه اشهد ان عليا ولي الله. صار بنص. بهيدي الحاله شو بصير عندي بالنسبه للافطار او الامساك او القضاء لو سمحتوا؟ نعم. وضح سؤال. شكرا جزيلا لاتصالك اخ علي. معنا الاخ كامل. السلام عليكم. تفضل اخ كامل. وعليكم السلام. عظم الله اجوركم. الله يعظم اجركم. ورمضان كريم عليكم. وعلينا. بدي احكي مع سماحه الشيخ شوي في نقاش. نعم. أنا من الأسبوع الماضي حاولت كتير اتصل ما كان يعلق معي. بالنسبة للسفر هيدي أنا عندي ما عمالي ولا في شيخ من كل هالعلماء الأجلاء عم يقنعني
انه ليش انا وقت الله سبحانه وتعالى اجاز لي اني افطر اذا كنت انا على سفر، يعني اذا انا مضطر اني سافر اجاز لي الله سبحانه وتعالى اني افطر، ولكن هل يجوز اني انا سافر كرمال لاجل اني افطر؟ هذه يعني هروب من الصوم يعني. واغلب علمائنا لاجل مشان اخر شهر رمضان مشان يكونوا محتاطين بيخلوا الناس تصوم وهن بيروحوا بيسافروا مشان يفطروا حتى ما يصوموا هاليوم اللي هو مش طيب. مفروض يصوموا فيه يوم عيد الفطر، فهل هيدا انه ما بيكون افطار عمد هيدا؟ هذا السؤال، وما حدا للاسف انه في كذا عالم دين سالتهم وما حدا اقنعني، يا ريت سمعت الشيخ بيقنعني. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لاتصالك اخ كامل. معنا الاخ علي مولانا هو راح مستشفى الشيخ راغب وراجع بلده الشرقيه وبلش الاذان لعله بدير كيفه، وهي يعني هو شاكك هل هو من الشهابيه وصل الى دير كيفه، يعني شاكك هل وصل الى حد الترخص ام لا قبل الاذان ام هلا. واضح انه هو بعده قريب من بلده لكن ما دخل بالبلد، ومش معلوم انه دخل بحد الترخص حتى كمان. نعم. وسماع حتى لو أنا نقول أنه سمع الأذان عبر المكبرات هذا لا يكفي في حد ذاته، فبالتالي ما لم يكن هناك تحقق من دخوله إلى بلده قبل الأذان. وهم بني هلالين أنه عادة لما يؤذن بيكون يؤذن عندنا ببلادنا يعني بعد دخول الوقت، لأنه عندنا مش آذان فقط للقول بأنه اقترب وقت الصلاة، لا، آذان للقول بأنه دخل وقت الصلاة. نعم. فلما بيأذنوا لا يقولوا أنه صار فيك تصلي، لذلك المعروف أنه بمجرد أن يقول الله أكبر تستطيع أن تصلي عندنا ببلادنا. بعض البلدان لا، في عندهم شيء اسمه آذان الإعلام، بيأذنوا آذان الإعلام حتى يتهيأ الواحد للصلاة بعد فترة. فواضح بحسب الكلام الأخ علي أنه لا، هو أذن ولا يزال خارج بلده. نعم. وبالتالي ما بيصح صومه، يجب عليه القضاء. نفرض إذا مولانا بعضه شاكك يعني هل هو وصل حد الترخص أم لا، في حالة الشك إذا شك أنه وصل إلى حد الترخص، هل قطع حد الترخص أم لا؟ إذا شك أنه وصل إلى حد الترخص أم لا، الأصل أنه ما وصل بعد. أصل أنه ما وصل. هلا هو طبعا إذا كان عم يحكي عن اليوم بده يحتاط ما في مانع، بيحتاط أنه يعني يبقى ممسكا ويقضي ما في مانع. طيب الأخ كامل يعني ظاهر مألوم الأخ كامل من موضوع الهروب من السفر. لا نحن هل ما هو الجواب المنطقي هذا؟ إنه لماذا جوز الله إنه الهروب من السفر؟ هلا في كثير من المؤمنين بيتساءلوا عن موضوع إنه ليش هذا الحكم وشو سبب هذا الحكم، وليش واحد بده يسافر مثلا إذا حكينا بخصوص السفر ليش بده يسافر ليفطر؟ نعم. إذا بدنا نجاوب نحن بالحكم الشرعي، وهذا عند كل فقهاء مذهب أهل البيت عليهم السلام، هذا بالاتفاق ما في أحسن، أنه لا صوم في السفر، وأنه يجوز للصائم أن يسافر. نعم. حتى لو كان هيك بيعبره، حتى لو كان للفرار من الصوم. حتى لو كان للفرار. نعم، في عنا بعض الآراء الفقهية بتقول إنه يكره أن يصوم، وهو المشهور حتى كمان، يكره السفر قبل مضي 23 يوم من شهر رمضان. بعضهم بيقول الأفضل أن لا يسافر إلا لأمر راجح أو لأداء واجب. أما ترخيص السفر ولو كان لأجل الإفطار فهذه فتوى موجودة، والترخيص ليس ناشئا من اجتهاد بعيدا عن الأدلة، لأنه ما عندنا إياه نحن هذا الموضوع، حيلة شرعية يعني يقول بها البعض دون الآخر، هذا اجتهاد ناشئ من أدلة شرعية. نعم. يجوز لكل صائم أن يسافر ضمن الشروط اللي بيحكوها الفقهاء، وكل واحد بيرجع لمرجع تقليده ليشوف شو الشروط المعتبرة، لكن أن يسافر ولو كانت خلفيته أن يسافر لأجل الإفطار. نعم، يمكن أنا بوافق مع الحج الكريم. نعم. إنه أنا كمسافر إذا ما عندي حالة اضطرارية فقط لأن أفطر، أنا بكون عم فوت على نفسي فوائد وآثار الصوم في شهر رمضان. الصوم في شهر رمضان له خصوصيته. صح.
صحيح. وهذا كان واضح بكلام النبي صلى الله عليه وآله باستقبال خطبة استقبال شهر رمضان. أنت لما عم بتسافر من دون اضطرار ومن دون حاجة ومن دون ضرورة عم بتفوت، وإن جاز لك ذلك، لكنك تفوت الآثار الكبيرة والفضائل العظيمة والمنح الإلهية الكبيرة التي أعطاها الله تعالى لهذا الصائم في شهر رمضان. أما موضوع العلة في ذلك هو مجرد ترخيص، يعني الله سبحانه وتعالى رخص، هو المشرع. نعم. ذكرنا يمكن مرة ولو أخذنا شوي، وذكرنا سابقا أنه ما ورد من وجوب الإفطار في حال السفر ووجوب القصر في الصلاة كان أمرا من الله سبحانه وتعالى نزل على رسوله صلى الله عليه وآله وكان في حالة سفر وبلغه للمسلمين. فمنهم من أفطر وقصر طبعا وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وآله، ومنهم من بقي صائما. جميل. من بقي صائما خالف هذا الحكم الجديد سماهم الرسول بالعصاة. الله. سماهم عاش. الرسول بالعصاة ليه؟ لأنه بالنتيجة هذا حكم شرعي، لست أنت المشرع ولا فلان المشرع، الله سبحانه وتعالى هو المشرع، والمشرع يقول أنت إذا سافرت تقصر في الصلاة وإذا كنت صائما تفطر. نعم. برجع بقول ضمن الشروط المعتبرة بهذا الموضوع. فالمسألة من الناحية الفقهية هذا حجمه. نعم. وبالتالي هذا ترخيص، حر أن يأخذ فيه وحر ما يأخذ فيه. نعم. ولعل الحكم التي تخفى وراءه لا نستطيع أن نحيط بها علما بالطبع. نعم. معنا اتصال من الأخ إبراهيم، تفضل أخ إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بسأل، أنا عندي طعم بكرة مشان لقاح كورونا، هل بتفطر شيء؟ نعم. شكرا شكرا لاتصالك، واضح. كمان معنا الأخت علا، تفضلي أخت علا. أخت علا عم قطع الاتصال مع أخت علا. طيب طبعا سريعا نجاوب على سؤال إلا سابقا أنه لقاح من الكورونا لا يفطر. نعم. إذا بنرجع إلى موضوعنا بالمفطرات مولانا، تحدثنا عن الجماع والعلاقة الزوجية، شو ضوابطها؟ الرابع من المفطرات كما يذكرها الفقهاء هو إنزال المني. يعني هلأ هو مجرد خروج المني هو مدعاة للإفطار، يعني يوجب أن يفطر الصائم أو يبطل صومه؟ لا، هو هنا يرد سؤال حول الاحتلام أيضا. أحسنت. موضوع الاحتلام في النهار كثيرا يسألون، يعني هل إذا احتلمت في النهار يبطل صومي وعلي القضاء أم لا؟ المفطر الذي يذكره الفقهاء عادة هو تعمد هذا الفعل. نعم. أن يتعمد، اللي هو كمان بني هلالان بالاصطلاح الفقهي الاستمناء بيسموه. نعم. تعمد الاتيان بهذا الفعل، طبعا مع غض النظر عن كونه في نفسه في بعض الأحيان بيكون حلالا. نعم. كما لو كان مع الزوجة مثلا، لكن في شهر رمضان هو من المفطرات، تعمده حرام لأنه مبطل للصوم. نعم. أما لو كان نائما وحصل عنده الاحتلام في حالة النوم في نهار شهر رمضان فليس من المفطرات. نعم. بل ولا يكون الغسل لأجل الصوم، بيكون الغسل لأجل الصلاة. نعم. عندما يريد أن يصلي يغتسل ليصلي. أما الصوم ما إله علاقة بالاحتلام أثناء النهار. هل يجب أن يبادر المحتلم في نهار شهر رمضان إلى الغسل مولانا؟ يعني هل يجب الفورية في هذا الأمر أم إذا كان من جهة الصوم؟ لا، هو موسع عليه، ما إله علاقة بالصوم. يمكن يكون الاحتلام مثلا صباحا وما في بعد وقت صلاة، الصلاة مثلا ظهرا على نفترض على الساعة واحدة إلا تلت. نعم. مثلا يعني في أخر المكلف هذا الغسل إلى أن يأتي وقت الصلاة، لأن الصلاة مشروطة بالطهارة، بيغتسل. نعم. أما بالنسبة للصوم ما في مشكلة. نعم. معنا الأخت علا رجعت معنا على الهواء، تفضلي أخت علا. يا هلا. كمان قطع الاتصال الظاهر. طيب ما كسبنا على الأخت علا. معنا الأخت ابتسام. ألو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسأل بالنسبة لزكاة الفطرة على العيد. نعم. أنا خي مسافر. نعم. وبدي أدفع عنه زكاة الفطرة، هو ما بيدفع محل ما هو مسافر، بيوكلني. نعم. إلي أنا بدفع له إياها. نعم. يعني هو بيبعت لي وأنا بدفع له إياها، بس أنا بدي أختي، نحن بنات بالبيت وما عندنا حدا، أختي ضريرة والإمداد بيعطيها،
وفي خالتي كمان هي كمان ما إلها حدا. نعم. فيني بهالحالة أقسم زكاة الفطرة على 2؟ نعم نعم، شكرا لاتصالك أخت ابتسام، واضح السؤال. الأخت ابتسام عم تقول زكاة الفطرة عم يبعث لي إياها من برا أخوها يعملها وكالة يعني، بس هي قالت بيوكلني أنه أدفعها، وقالت كمان أنه بيبعتها من برا. قالوا نحن فصلنا مبارح أنه إذا بدي يبعتها من برا بدي يبعتها بعينها اللي عزلها، أو إذا بدي يوكل فيها هي تدفعها منها. صحيح. وكمان أنه عن فيها تقدر تعطيها لخالتها لأرحامها، يعني حدا من أرحامها خالتها أو أختها لهذه الزكاة. بيبعتها من برا بالمبدأ ما في مانع، بس نعم. مثل ما قلنا أنه إذا كان عزلها بنية زكاة الفطرة بده يبعتها مثل ما هي. نعم. أما إذا مش عازلة هو عم يبعت مصاري. نعم. مال، وبيقول هذا المال من ضمنه بس يجي وقت زكاة الفطرة ادفعه منه، شيله منه زكاة. فما بيكون هو بعد عين وعزل بالنسبة إلى هذا المال. في يبعت المال لعندها وبس يجي العيد بيعزل، وإن كان في احتياط يعني أنه كمان هذا فيها شبهة عزل. السليم اللي ممكن ينشغل عليه خصوصا إذا هو ما راح يقدر يبعت نفس المال، ما راح يقدر يبعت نفس المال، انه يوكلهم هون يدفعوا زكاة الفطرة منهم اذا عندهم مصاري، بيرجع هو بيبعث لهم اياها بعد ما يدفعوا. نعم. بيبعث لهم المال اللي دفعوه يعني. نعم. هيك بيكون بعيش في مشكلة انه عزل ولا بد من الاخراج، خصوصا انه قلنا نحن انه عند العزل اذا كان في بالبلد اللي هو فيه مستحق ففي اشكال النقل على بلد اخر. نعم. بعد في ينقل على بلد تاني. صحيح. اما اذا ما في مستحق ما في مشكله، لا احيانا قد يكون يمكن بلد اجنبي. نعم. بلد اجنبي لتلاقي مستحق تتوفر فيه الشروط الشرعيه مش سهل. نعم. فحتى لو عزل في يبعث ساعتها بهالحاله هذه. اما الاعطاء هي اذا ميسوره بيقدر يوكلها وهي بتخرج له الزكاه، بس هل بتقدر كمان تعطي اختها؟ ما في مانع من الاعطاء، ما في مانع من الاعطاء، بس تكون اذا كانت فطره شخص واحد تعطى لواحد، ما تعطى ما تقسم بيناتهم. نعم لو بعت يمكن هو وعائلته بيجي مثلا 3 4 5. نعم. ما في مانع انه تعطي مثلا فطرتين او 3 لهون وفطرتين او 3 لهون. نعم. معنا الحجة ام رضا. ام رضا معنا على الهواء. الو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس لو سمحت بدي اسال مولانا بالنسبه لحد الترخص، مسافه. نعم. حد الترخص. نعم. هي كم كيلومتر؟ انا بعرف انه لحد ما نبطل نقدر نسمع صوت الاذان، بس ممكن اعرفها هي ككيلومتر كم كيلومتر؟ وهن في كمان حدا قالنا انه هي بدنا نحسبها روح، يعني لنقول مثلا هي 20 كيلو بدنا نحسبها روحه رجعه، او هو لازم نقطع ال 20 كيلو لنكون قلطنا نحن حد الترخص؟ من بعد اذنك مولانا. نعم. اهلا وسهلا. شكرا لاتصالك اخت ام رضا. هلا معنا رضا، بس مش ابن ام رضا اللي اتصلت فينا قبل شوي، شخص اخر. يا هلا بالاخ رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدنا نسال سمحت الشيخ سؤال بالنسبه للي معه كورونا. نعم. واللي كانت مرقة عليه بشكل يعني هو ما حس فيها. نعم. وكان بالبداية أول 5 أيام كان في صيام عادي، لما عمل فحص وطلع بوزيتيف فتعرف إنه في أدوية زنك وكالسيوم بيتا وبعض الأدوية. هل هذا بس إذا أمكن إعادة لما عمل فحص؟ بس إذا بنعلي صوتنا شوي أخ رضا، لما عمل فحص شو طلع بالفحص؟ بوزيتيف. بوزيتيف. طلع كورونا. ايه. نعم. ما حاسس، ما كان حاسس ابدا يعني، ما كنتش حاسس ابدا انه نعم. معي كورونا. نعم. حسيت وقت اللي زوجتي هي انعدت عملت فحص طلع معها كورونا. نعم. وانا عملت فحص، عملت العائله فحص كورونا كلنا. نعم. ماشي وبلشنا اخذ ادويه. نعم. ماشي بهالحاله هذه الادويه بتعرف انه دواء الكورونا شو هو؟ من زنك وكالسيوم فيتا. نعم. وبانادول والفيتامين دي اكيد. نعم. ومع بعض الادوية. هلا كنت انا عم صوم عادي وقت اللي تبين معي بوزيتيف خطرت صرت اخذ الادوية. نعم. لانه صرت عم بدي اتعالج لانه في شيء اسمه مناعة. نعم. هل انه هذا 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 مرض يعتبره المفروض انه يعني هذا الشيء اللي عملته انا صح ولا خطا؟ واضح سؤالك. شكرا. شكرا لك. اي واضح اخ رضا، وان شاء الله
بالسلامة والعافية. معنا الأخت لينا. تفضلي أخت لينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عزم الله أجركم بشهادة أمير المؤمنين. الله يعظم. السلام عليكم مولانا الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزم الله أجرك مولانا، وإن شاء الله رمضان ينعاد عليكم بالصحة. الله يجزيكم إن شاء الله. يا رب. إن شاء الله. عليك إن شاء الله. لو تفضل. سمحت مولانا، بس بدي أسألك بالنسبة لقضاء الصلاة. يعني من أيام التكليف تقريبا، نحن إذا بدنا نحسبهم كيف بنحسب اللي متيقنين منهم، ولا كيف بدي أحسب القضاء؟ نعم. شكرا جزيلا لاتصالك أخت لين. واضح. كمان معنا الأخ محمد. أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم إن شاء الله عليكم جميعا. علينا وعليك. بس إذا بنعلي صوتنا شوي أخ محمد. نسأل سمحت الشيخ بعد إذنك. نعم. بأول رمضان، أول 3-4 أيام رمضان. نعم. كنت صوم عادي، بعدين رجعت على الورشة وهيك صرت حس التعب كثير قوي وبقات قلب سريعه وهيك، فاضطرت هيك يومين. فبدي اعرف هول يعني بدفع عليهم كفاره برجع بسدهم؟ نعم واضح. نشوف كيف ان شاء الله. الله يسامحنا نحن عن العمل يعني، بس انه زي صار. انت كنت بهذيك الحاله باليومين، كنت في حال تعب وارهاق شديد يعني. ارهاق شديد وتعب. نعم. يلا الله يعطيك العافية أخ محمد، إن شاء الله نجاوبك على السؤال. مولانا مثل ما شفنا الأخت مرضى أولا، عندها ظاهر تخلط بين حد الترخص والمسافة الشرعية. ما هو حد الترخص؟ حابة تشخص هي بالكيلومتر يعني قداش حد الترخص أنه ما نسمع الأذان. نعم. يعني ما نسمع تفاصيل فصول الأذان. صحيح، بالصوت العادي المتعارف من آخر البلد اللي احنا ظاهرين منه. تحديد حد الترخص بالمسافة بيختلف باختلاف المناطق والبلدان، أحيانا بتلاقي سهل قدامك، أحيانا بتلاقي في عمران، أحيانا بتلاقي في بعض المحلات بعض البسات، كله هذا بيختلف. فلذلك ما فينا نعطي مسافة موحدة لكل الجغرافيا إذا بدنا نسميها. المهم أنه أنا أوصل على نقطة وأنا أقدر أنه على تقدير أنه أذن بالصوت العادي المتعارف في آخر البلد. بالهواء الطبيعي بالأجواء الطبيعية أنا ما بسمعه بشكل واضح. بوصل على نقطة بقدر هيك يعني، وبكون مطمئن لإله هذا كافي حتى أعتبر حالي أنه تجاوزت حد الترخص. أما موضوع المسافة اللي هي عم تقول مثل ما تفضلت أنه خلطت أنه المسافة 22، هذه مسافة السفر ما إلها علاقة بحد الترخص. حد الترخص هي ممكن يكون ببعض الأحيان مثلا 800 متر 900 متر أقل أكثر حسب المنطقة يعني. وبالتالي بس اتجاوز أني هذا الحد الترخص وأني قاصد قطع المسافة بصير رتب أحكام السفر يعني. صحيح. إذا بدي أفطر بفطر، إذا بدي أصر بالصلاة بأصر بالصلاة. لا، لأنه اعتبرت أنه خلص صرت مسافرا وقد تجاوزت حد الترخص، ولو بعد ما قطعت تمام المسافة، بس أنا شو عم بقطعها. نعم. هذا اسم المسافة، وهذا الفرق بينه وبين حد الترخص. هون سؤال إجانا تحت الهواء مولانا، بالمدن الكبرى لعله تعرضنا له مرة، بس باختصار المدن الكبرى عادة يمكن مش موجودة عندنا. ما عنده فرق. نعم، ما عنده فرق بين المدن الكبرى وغيرها. نعم. يعني من كان يسكن في مدينة كبيرة. نعم. وأراد أن يسافر منها إلى مدينة أخرى بده يحسب من آخر المدينة، مش من منطقته اللي ساكن فيها أو من محلته التي يسكن فيها، لا، من آخر المدينة الكبيرة باتجاه المدينة التي يذهب إليها. لا، هو يسأل مش عن حد ترخص بالمدن الكبرى، عن المسافة يعني. مسافة. أحيانا بيروح من حي لحي في 22 كيلو في 40 كيلو عادي. إيه؟ يعتبرها وطن واحد كده. ما دام يدور بنفس المدينة فهي كلها مدينة واحدة. نعم. بس إذا بتسمحوا لنا نأخذ اتصال أيضا من الأخ كامل، نرجع نجيب إن شاء الله على الأسئلة التي تقدمت. تفضل أخ كامل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بداية بعد إذن نعمي، يمكن إزعجوا لسماحة الشيخ، ولكن يعني الجواب اللي أعطاني إياه لما حكيته على قصة السفر، هل أنا لما أنا بقصد أني سافر لأجل أفطر، مش هذا أفطار عمد صار؟ نعم. هذا صار أفطار متعمد.
أنا لما عم بتعمد سافر مشان الإفطار، مش إفطار متعمد هيدا صار. طيب إن شاء الله إن شاء الله بنوضح طيب. هذه المسألة إن شاء الله. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. نرجع على أسئلة المتصلين الكرام. إذا توضحت مسألة لكن حد ترخص المسافة بالنسبة للحج أم رضا، معنى رضا كان حاول يعني حس بكورونا أول شيء بين بعدين بوزيتيف، هلأ بحاجة ليأخذ أدوية، وماذا نقول له في هذا المجال؟ يعني مثل ما حكينا قبل، الكورونا مثل أي مرض آخر، أي مرض آخر أو أي فيروس آخر ممكن يتعرض له الإنسان. نعم. إذا كان بحسب حالته التشخيصية يحتاج إلى دواء أثناء النهار ولا يستطيع أن يؤجل إلى الليل فهو معذور. نعم. وهذا تشخيصه، إذا مش قادر هو الطبيب مثل عادة منقول الأمين الموثوق الذي يطمئن إلى قوله. قوله. إذا هو عم يعتمد عليه فهو معذور. نعم. وإلا ما فينا نقول مثل ما قلنا كمان سابقا أنه كل مريض كورونا يعني لازم يفطر، لازم يشرب، ما في عنا هذه القاعدة العامة مثل أي مرض آخر. نعم. درجات المرض تختلف، درجات الإصابة تختلف، بعض الناس مثل ما شفنا بيكون شديد وبعضهم ضعيفة، فكلهم بحسب يعني هو تشخيص. نعم. يشوف حاله بحسب التشخيص ودقة هذا التشخيص. الأخت لينا عندها قضاء صلاة من أيام التكليف، بس مش عارف كيف حدد بالضبط. الأي جاوبت صراحة لأنه قالت. نعم. أنه بكفي أخذ بالأقل. إيه صحيح، تستطيعين أن تأخذي بالأقل ولا يجب الأكثر. يعني إذا تردد بين سنة أو سنتين فيها تصلي سنة وهي مبرأة للذمة. نعم. الأخ محمد كان هو ظاهر عامل يعني مشتغل بعمل متعب الله يعطيه العافية، فحس بإرهاق بيومين من شهر رمضان، حس بإرهاق وتعب يعني شديد جدا، وأفطر فيهما. هلا هو عم واخذ حاله يعني حاسس أنه كيف فينا نريحه إذا هو كان بوقتها إذا هو كان بوقتها هذا التعب الشديد تبينه أنه ما قادر يكمل الصوم فيه، فهو معذور في إفطاره. نعم. وغاية ما يجب عليه هو القضاء ولا كفارة. نعم. بالعودة إلى يعني أخ كامل، أخ كامل رجع أعاد أنه ما مش مقتنع أنه هذا يعتبر سفر عمد، يعني سفر إلى الهربا من الصوم، فرارا من الصوم. أنا في رأيي للأخ العزيز أنه الله سبحانه وتعالى. نعم. قرن السفر بالمرض. نعم. فكما جعل المرض مجوزا للإفطار في حالة المرض، جعل السفر مش مجوز، يلزم بالإفطار. من كان فمن منكم كان مريضا منكم مريضا أو على أو على سفر فعدة من أيام أخر، بقولوا عدة من أيام أخر اللي هي القضاء. نعم. بالتالي ما في يقول أني أن المسافر مفطر عمدا بأي معنى. نعم. بمعنى أنه تماما مثله مثل اللي قاعد ببيته ويأكل ويشرب في نهار شهر رمضان من دون أي عذر. نعم. هذا بقول له إفطار عمدي. بس المسافر بمجرد أنه يظهر برات حد الترخص وهو قاصد قطع المسافة شرعا، نأكد على كلمة شرعا، شرعا يجوز له أن يتناول مفطر له، لأنه في حالة السفر لا يكون صائما، حتى نقول إفطار عمدي في حالة السفر هو غير صائم. جميل. لذلك أصلا تصح منه نية الصوم، ليس في السفر صوم. نعم. ما في صوم بالسفر حتى أقول هو أفطر عمدا. المفطر عمدا هو اللي بيكون صايم. طب المسافر هو غير صائم. نعم. فلا يصدق أنه هو قد أفطر عمدا، بل هو يفطر من باب أن هذا السفر لا يصح معه الصوم. نعم، واضح جدا مولانا. بالعودة إلى المفطرات، الخامس من المفطرات عمد البقاء على الجنابة. شو المقصود بهذا المفطر؟ يعني أمتى بده واحد يتعمد البقاء على الجنابة حتى يؤدي إلى الإفطار؟ وفي أي أنواع صوم يكون هذا الأمر مبطلا؟ يعني هلا هذا واضح فرقه عن اللي حكينا عنه شوي، موضوع العلاقة الزوجية وغيرها، لأنه ما كنا نتحدث عنه عم نحكي في خلال نهار شهر رمضان. أه. لا يجوز ارتكاب هذا الفعل. نعم. أما تعمد البقاء على الجنابة هو من حصل عنده جنابة في الليل. تعمد البقاء إلى طلوع الفجر. نعم. من بيعني هذا أنه يجب عليه أن يحصل الطهارة من هذا الحدث قبل طلوع الفجر. نعم. وأن يكون على طهارة قبل طلوع الفجر بالاغتسال. نعم. ولذلك بيقولوا يجب عليه أن يغتسل من حدث الجنابة قبل طلوع الفجر. نعم. فلو لم يفعل، ما اغتسل وهو يعلم بحصول الحدث وبيعرف أنه لازم يغتسل. نعم. وبيعرف بأنه الغسل الصوم مشروط بهذه الطهارة،
وتعمد بقي في مكانه إلى أن طلع الفجر. شو اسمه؟ تعمد البقاء على الجنابة. هم من أي سبب كانت الجنابة يعني؟ سواء كانت من مطلقاً. حلال أم من حرام. قد تكون ناتجة عن علاقة اختيارية، قد تكون ناتجة عن احتلام مثلا. نعم. المهم أن حصلت الجنابة. نعم. هذا الحدث يجب رفعه بالاغتسال قبل طلوع الفجر. إن نعم. لم يفعل متعمدا اسمه تعمد البقاء على حدث الجنابة، وهو من الإفطار العمد. نعم. طب من نسي الغسل قبل الفجر، يعني هو احتلم أثناء عنده كان على جنابة في الليل ولكن نسي قبل، تذكر بعد طلوع الفجر أنه أني ما اغتسلت، كيف يتصرف؟ في خصوص اليوم الذي نسيه يصح صومه. يصح بكمل صيامه، لكن لو بصح، لكن لو امتد النسيان إلى أيام أخرى يعني مش بس اليوم اللي هو كان لازم يغتسل عند الفجر نسي، بقي هذا النسيان مستمر معه تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، يمكن بعد 4-5 أيام تذكر انه أنا من كم يوم ما اغتسلت. يصح اليوم الأول ويقضي بقية الأيام الأخرى. نعم. طب هون نسأل كمان مولانا أنه الجهل، من كان جاهلا بوجوب الغسل، لعله بعض الناس لا يعلمون أنه يجب الغسل قبل أن يطلع الفجر إذا كان على جنابه يعني، والتفت الآن ولعله صار له سنوات بيصوم بهذه الطريقة وفي أيام كتير كان فيها على جنابه وطلع الفجر وهو على جنابه، ماذا عليه في هذا الجانب؟ هون في تفصيل بيقول أنه تارة يكون شاكا في جواز البقاء على الجنابة. نعم. وأخرى يكون هو معتقد أنه يجوز البقاء. فرق بيناته. وقت اللي بيكون معتقد أنه يجوز البقاء شو يعني؟ يعني هو ما عنده أدنى شك بالمسألة أصلا، مش ملتفت. لا يعني. لا هو معتقد، يعني إذا واحد بيقول له شو بيقول له إيه بيجوز هيك. أها. أو واحد بيقول له ما بعرف، يمكن إيه ويمكن لا، هذا الشاكك. من كان شاكا ومع ذلك لم يغتسل وبقي على حدث الجنابة إيه؟ في احتياط بأن يكمل الصوم وأن يقضيه لاحقا. نعم. وأما من كان يعتقد بأنه يجوز البقاء وبناء عليه لم يغتسل فهذا صومه صحيح. هذا صومه صحيح. مولانا هلا بيجي سؤال أيضا أنه هل يجوز النوم قبل الغسل؟ يعني أني احتلمت في ليلة شهر رمضان المبارك. نعم. أو أجنبت من سبب آخر لنقول، بقدر نام ولا لا لازم ضل فايق لاغتسل؟ يعني ما بقدر نام قبل ما اغتسل؟ لا يستطيع ان ينام، ما في اي مشكله، المهم ان يستيقظ قبل طلوع الفجر للاغتسال. نعم. احيانا الشخص مثلا، وكل واحد بيعرف حاله مثل ما بقول يعني، بيعرف حاله انه اذا نام يعلم انه لن يستيقظ، يعلم يعني متيقن انه لن يستيقظ الا ما بعد طلوع الفجر. نعم. فهذا لا يؤاخذ على هذا الأمر. يؤاخذ بمعنى أنه يصدق في حقه أنه متعمد البقاء على الجنابة وهو إفطار عمدي. نعم. ولكن أحيانا لا، بيقول لك أني أحتمل الاستيقاظ، خصوصا إذا حط شيء ممكن يساعده، أحتمل الاستيقاظ ونيتي أن أستيقظ لأغتسل، عازم على الاغتسال ويحتمل الاستيقاظ لكن لم يستيقظ. نعم. هذا صومه صحيح، بيسموها النوم الأولى. أها. صومه صحيح ويقبل الصوم ولا شيء عليه. نعم. هذا الشخص. طيب مولانا بموضوع قضاء شهر رمضان المبارك. نعم. هل الاحتلام في نهار قضاء شهر رمضان المبارك يؤدي إلى بطلان هذا القضاء ويجب إعادته؟ يعني واحد عم يقضي شهر رمضان واحتلم بأثناء النهار، هل هذا موجب لبطلان هذا القضاء والله نفس الشيء؟ الاحتلام أثناء النهار، نهار صوم شهر رمضان، طبعا نرجع منأكد بس نقول احتلام يعني لا يكون متعمدا وفي خلينا نقول لا يكون متعمدا لإتيان بهذا الفعل. بأي قسم من أقسام الصوم ما بيأثر لا بشهر رمضان ولا بقضاء شهر رمضان فضلا عن غيرهما. وهم بدنا نشير لنقطة إنه مسألة تعمد البقاء على حدث الجنابة هذا مبطل لصوم شهر رمضان ولقضاء شهر رمضان دون بقية أقسام الصوم الأخرى. يعني اللي بيكون عم يصوم مستحب يجوز له أو لا يجب عليه أن يغتسل قبل الفجر، بل حتى لو تعمد البقاء الصوم المستحب صحيح. جميل. نقطة مهمة، يعني إذا كان عم يصوم نذر أو صوم يوم مستحب من أيام رجب أو شعبان، صوم شهر رمضان جزء يبقى على الجنب. صحيح. صوم شهر رمضان
وقضاء شهر رمضان. نعم. مسألة أخيرة مولانا، بمس الميت، يعني مس الميت يوجب الغسل، غسل مس الميت، هل يضر بالصوم؟ لا يضر، لا يضر أبدا، لا أبدا، بأي وقت من الوقت، لا ليلا ولا نهارا. نعم. ولو ولا يجب الاغتسال قبل الفجر من مس الميت، هذا مرتبط بالصلاة فقط. نعم. شكرا جزيلا مولانا العزيز على هذه الإيضاحات القيمة، والشكر موصول إلى فريق البرنامج وإليكم مشاهدينا الأعزاء على متابعتكم الطيبة. كونوا معنا على الموعد غدا في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القدس المحتلة لنستكمل حديثنا عن سائر المفطرات. عظم الله أجوركم بمصاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، تقبل الله صيامكم وقيامكم في رعاية الله وحفظه.